بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلاب الماجستير في هندسة الإنشاءات في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، نكمل اليوم إن شاء الله الفقرة 1.3 من مادة Dynamics of Structure. هنا في فقرة 1.3 مثل ما معنون Essential Characteristics، الخصائص الأساسية of a dynamic problem، لمسألة الديناميك أو مسألة ديناميكية. يعني بعبارة أخرى شنو الكاركترستيكس، الخصائص، يعني لدينا أكثر من خاصية. To diagnose، لنميز between a static and dynamic problem، لنميز بين مسألة ذات طبيعة ستاتيكية يعني تحل على أساس الستاتيك مثل ما درسنا في دراساتنا السابقة، أو مسألة تحل على أساس الدايناميك مثل ما هو هدفنا في هذا الفصل. هذا هو الهدف الرئيسي. طبعا مثل ما مر الكلام سابقا في من 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 تكلمنا في شرح الفرونت بيجز، We have two characteristics، عندنا خاصيتين رئيسية. فعندنا خاصيتين رئيسية. الخاصية الأولى احنا اثنين طبعا تكلمنا عليها سابقا. نبدأ بالخاصية الأولى. أول خاصية، الخاصية الأولى اللي هي لازم البي تي هو is a function، اللود هو is a function، هو دالة is a function of time، هذا أولا. والريسبونس وحكينا ذاك في section 1.2 ايش نقصد بالريسبونس. قلنا الريسبونس هو الديفليكشن، بس من باب التذكرة، هو السترينز والستريسز والانترنال انترنال فورسز، و النقطة الأخيرة اللي ضروري جدا لننساها، و ال reactions، ذولي هم لازم should be functions should be functions of time. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، قلنا هاي الخاصية هي مو يونيك للستركتشرال داينامكس، يعني لوحدها غير كافية لتعريف الستركتشرال داينامكس. قلنا اكو مسائل يكون بها اللود والريسبونس هما are functions of time، ورغم هذا هي ما تصنف المسألة dynamics، مرت علينا هاي بالبريفيس أو بالفرونت بيجز. مثل ايش قلنا، مثل مسائل الفيسكو إلاستيسيتي والفيسكو بلاستيسيتي، فايل واحدها غير كافية. الشيء الإضافي اللي لازم يضاف إلها، اللي هو لازم يعني هساني هذا اللي حكيته، حتى بس إذا حضراتكم تريدون تربطون هاي المحاضرات، هذا هو 1.31. الشيء الإضافي لازم، يعني لازم عندنا two conditions، والرابط المنطقي بيناتهم plus، يعني condition one should be satisfied، هذا الشرط الأول لازم يتحقق، و condition two هو أيضا should be satisfied also. condition two إنه الانيرشيا
الانيرشيا، الانيرشيا 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 الشرط الثاني هو الانيرشيا، الشرط الثاني هو الانيرشيا، هاي الانيرشيا او بين قوسين الانيرشيال، الانيرشيال فورس. فعندنا مصطلحين، عندنا مصطلحين. المصطلح الاول هو الانيرشيا، القصور الذاتي، هذا مصطلح، هذا مصطلح، هذا المصطلح الاول القصور الذاتي. وعندنا مصطلح ثاني الانيرشيال، شوفوا اجت هنا صفة الانيرشيال فورس، يعني قوة القصور الذاتي. هذني مصطلحين، لاحقا راح نشوف انه which one is more accurate، منو الاكثر دقة، منو الاكثر دقة، واللي that has a well specified physical meaning، واللي تكون إلى دلالة فيزيائية حقيقية، هو الانيرشيا. ومنو اللي هو has a computational meaning، إلى دلالة حسابية مو إلى دلالة فيزيائية، هو الانيرشيال فورس. فهذه هذه الانيرشيا، هاي بعدين راح نناقشها، بس هنا كل يعني كلش قريبات من بعضهن، بس واحد من عث اللي هو الانيرشيا has a physical meaning، إلى معنى فيزيائي واضح. هذا هو hasn't، ما إله، بس احنا نتخيله، يعني انيرشيا فورس ماكو شيء اسمه انيرشيا فورس، احنا فتشي نتخيله لاغراض تسهيل حساباتنا. هسه شنو هنا المساله؟ المساله اذا احنا عندنا بيم، هذا نرجع المثال التقليدي مالتنا، اذا عندنا فد بيم، هذا فد بيم زين، وصار بي ديفلكشن، فصار بي ديفلكشن. اذا احنا ثبتنا هذا زين، صار ديفلكشن، وعندنا احنا شو مخلين، مخلين فد فورس اكسترنال فورس بالوسط هي بي، وهذه قلنا بشرط ان تكون از ا فانكشن اوف تي، فصار عندنا، صار عندنا ديفلكشن. فهسه نتيجة الديفلكشن شنو عندنا؟ نتيجة الديفلكشن عندنا ديفلكشن، هذا اولا ايش راح يؤدي؟ يؤدي الى سترين، سترين ايش راح يؤدي؟ يؤدي الى ستريس، ستريس ايش راح يؤدي؟ يؤدي الى انترنال فورسز، اللي تتذكرون حضراتكم كنا عندنا نورمال فورس، وعندنا شير فورس، وعندنا بيندينج مومنت. اذا جينا للبيم نذكركم همين بالبيم، هذه الانترنال فورس او العفو النورمال فورس، هذه تقريبا مهملة، فش بقوا بقوا دول. يعني احنا هسه لو ناخذ، نجي ناخذ هاي المنطقة فري بودي دايجرام، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بهالشكل، عندنا فورس في، فورس العفو بي للاعلى، هاي القطعة من الجسم، وهنا عندنا عكسها شنو؟ في اف في، هسه على مود يحققون سيجما اف واي تساوي الى الصفر. بعدين بعدين القطعة اللاخ هاي في تنقلب هنا، تجي قطعة اللاخ هنا، واكو هاي في ثانية، وقطعة اللاخ وفي ثالثة، وهكذا الى ان نوصل وين؟ الى ان نصل الى المسند من الجهتين، من الجهتين. بعملية الانتقال هذه
زين شو يصير همين؟ يصير عندنا وياها مومنت ايضا، يصير وياها مومنت ايضا. او بالحقيقة اذا تتذكرون احنا منو عندنا الاصلي، اصلا الاصلي انه احنا شنو عندنا؟ عندنا بالاصل عندنا يصير مومنت، زين هذا المومنت، والمومنت شي يسوي لنا؟ يسوي لنا شير، لان الدي ام على دي اكس تساوي شير. يعني بالنتيجة انه هاي الفورس تبدأ تنتقل من مكان تسليطها الى ان تصل من خلال شير ومومنت. هذا الظرف الطبيعي. هذا كل الكلام وين؟ كل الكلام بالستاتيك. بالستاتيك هذا ستاتيك. هسه بالداينامكس شنو اللي راح يصير؟ بالداينامكس راح يصير التالي. نفس هاي القطعة، نفسها نحاول شوي نرسمها هنا اكبر. بالداينامكس احنا بالداينامكس ايش راح يصير عندنا؟ بالاضافة الى الديفليكشن يصير شيء اخر اللي هو الاكسلريشن. اي ال في دبل دوت. وطبعا اذكر حضراتكم انه احنا بنقول في برايم هاي مشتقة الديفليكشن بالنسبة للمكان، بالنسبة with respect to x. نقول في دوت هاي مشتقة الديفليكشن بس بالنسبة للزمان. زين فهذه ميل، هذه سرعة. نقول الفي دبل دوت، الفي دبل برايم هي المشتقة الثانية، وهاي كيرفتشر سميها كيرفتشر. والفي دبل دوت هي المشتقة الثانية للديفليكشن بس with respect to time، هاي نسميها acceleration. فالمهم هسه هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الفورس. الفورس شو بدي عاكسها؟ اللي هي function of t، تبدي تعاكسها هنا كأنما نوعين من القوى، خلينا نعبر عنها بهالطريقة، الشير والمومنت. ذني نفسهم يعني يشوفون مع الستاتيك، هذا حنسميه النوع الأول. وفت قوة ثانية جديدة، أو فت شيء كأنه قوة، هو مو قوة، فشي كأنه قوة. احنا قلنا احنا نتخيله قوة، زين اللي هو الانيرشيا، الانيرشيا الاثنين صحيحات فورس. زين فهنا بعد سيجما، يعني هسه مثلا لو نجي نطبق سيجما اف واي بعد ما تساوي صفر مثل الستاتيك. يعني هسه احنا بالستاتيك مو عندنا صفر، لا هسه هنا تدخل الكمية الجديدة اللي هي الانيرشيا فورس، اللي هي كأنما الفي في الفي دبل دوت. فتشوف الانيرشيا فورس، هذا الفرق الثاني والفرق الجوهري. شوف كتابنا شو معبر عنه، يقول هو الفرق الاكثر اهمية. زين هذا المور فاندمنتال ديستنكشن، هو الفارق الاكثر اساسية بين مسائل الستاتيك وبين مسائل الداينامكس. فالفارق الاكثر اهمية انه الانيرشيا فورس شنو كان بي نيجلكتد بالستاتيك بروبلم، والانيرشيا فورس هي significant و should be included، هي مهمة ويجب تضمينها في الديناميك فورسز. اوكي هسه قد يجي سؤال يتبادر الى الذهن، معناته هنا تبين انه مسائل الستاتيك اخطر. لانه تلاحظون هسه مثلا بالستاتيك الفورس هاي بي، من يقاومها؟ يقاومها فقط الشير فورس والبيندينج مومنت. بينما مسائل الداينامكس الابلايد فورس يقاومها مصدرين، يعني المصدر الاول اللي هو يقاومها مصدرين المصدر الاول اللي هو جاي من الستاتيك،
والمصدر الثاني الجديد اللي هو جاي من الداينامكس. فعلى هالاساس تبين مسائل الاستاتيك اخطر، لان يعني البي تي هناك المطلوب نقاومها بالشير فورس والمومنت، هنا اجى وياهم مصدر ثالث، فكانما الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرام، الشير فورس والبيندنج مومنت راح يكونون متراهين اكثر لان اكو قوه ثالثه. فهل هذا الاستنتاج صحيح؟ يعني هل انه احنا ممكن نستنتج استنتاج عام انه مسائل الستاتيك هي اخطر من مسائل الدايناميك على ما يبدو؟ لو لا، انه الامر يعني اعقد من هاي المسألة. طبعا الامر اعقد، هذا الاستنتاج قد يكون صحيح في بعض المسائل، يعني راح نشوف في بعض المسائل فعلا المسألة انه احنا نحلها ستاتيك راح تكون مور كونزرفاتيف، تنطينا هاير ستريسز، تعطينا اجهادات اعلى، هاير ديفليكشنز وتشوهات، هاير ديفورميشنز تشوهات اعلى مما لو حليناها داينامكس. بس بشكل عام في بعض الاحيان تكون مسائل الداينامكس اسوأ. السبب شنو؟ انه هاي الانيرشيا فورس قد يكون بها نيجاتيف، يعني شنو؟ يعني يصير تاثيرها نيجاتيف، يعني تبدي هي نفسها تشتغل كشنو؟ كاديشنال لود. اذا اشتغلت اديشنال لود هنا تبدي تصير مساله الداينامكس هي مور كريتيكال ذان ستاتيك، هي تكون اخطر من مساله الستاتيك. اخيرا هسه هنا يضع عندنا هاي اللي قلنا هذا العنوان الفرعي اللي هو مستلم من الكتاب، ما موجود بالكتاب هالشكل. العنوان يقول جنرال كرايتيريان، معيار عام فور انكلودينج اور اكسكلودينج دايناميك افكتس. هنا شوف العباره ايش قد، يعني ايش قد طريقه كلام كتابنا طريقه دقيقه. الكتاب يقول 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 منو هي الجنرال كيس، منو هي الاكتوال كيس. الجنرال كيس، الجنرال كيس او بين قوسين الاكتوال كيس، كيس انه to have an acceleration، انه يكون عندنا تعجيل. هاي الحالة العامة، يعني الحالة العامة انه التعجيل، الحالة العامة انه التعجيل اللي هو دالة من الزمن واللي هو مشتقة ثانية للديفورميشن with respect to time، الحالة العامة انه هذا لا يساوي صفر. هذا هو الاكتوال، هذا هو الاكتوال، هذا الاكتوال physical world، هذا الواقع الفيزيائي actual physical world، هذا الواقع الفيزيائي. هسه هذا الواقع الفيزيائي، الواقع الفيزيائي ممكن ان يمثل ناتجي تجي simulated المثله، زين بكم طريقه؟ طريقتين، المثله دايناميك، المثلة مثل ما هو، هذه واحد مثلة دايناميك، فبين قوسين شنو؟ يعني هنا نقول to include اي، حتى نضمن الاي شو وقت من يكون الاي significant، مهم الاي، يعني الاي دائما موجود، الاكسلريشن دائما موجود، يعني احنا مهما سلطنا اللود سلولي وجراجوالي، هاي المصطلحات اللي كنتوا تقروها في كتب الميكانكس اوف ماتيريال، في حتى في كتب الانجينيرنج ميكانكس ستاتكس، وتقروها بالميكانكس اوف ماتيريال، وتقروها بالثيوري اوف ستراكتشرز، انه اللود تو بي ابلايد جراجوالي، اللود تو بي ابلايد سلولي، هاي كلها حالات مثاليه، مهما تسلط اللود ببطء we will have an acceleration to some extent، لابد ان يكون عندنا acceleration لدرجه معينه. فاذا هذا الاكسلريشن مهم ويجب تضمينه،
فالمسألة تصير داينامكس. المسألة راح تصير شنو؟ راح تصير ستاتيك، ممكن تكون ستاتيك. هذا الستاتيك بين قوسين هو شنو؟ ابروكسيميشن، هو تقريب للواقع، هو مو الواقع، تقريب للواقع. وين الاي شنو؟ هو تقريبا صفر. العبارة، شوف عبارة الكتاب كلش يعني عبارة دقيقة، هو كان بي نيجلكتد، كان بي نيجلكتد، كان بي نيجلكتد. فاذا اليوم يعني في سكشن 1.3 عرفنا انه اكو مائزين، خاصيتين مميزتين للمسألة الداينامكس. اولا ان البي تي والريسبونسز يكونون دوال من الزمن، وقلنا هاي الخاصية لوحدها غير كافية. ليش؟ لان تظهر في نوع اخر من المسائل، ورغم انه ذيك المسائل هي مو داينامكس، وهي مسائل فيسكو الاستيسيتي والفيسكو بلاستيسيتي. هذا. والمائز الثاني انه عندنا ما يسمى بالانيرشيا، وهو المعنى الحقيقي القصور الذاتي، ومعنى افتراضي. وليش افتراضي؟ راح نناقشه لاحقا. يسمى الانيرشيال فورس، قوة القصور الذاتي. فعندنا مصطلحين، مصطلح حقيقي هو القصور الذاتي، ومصطلح افتراضي احنا تخيلناه لأغراض تنظيم وتسهيل حساباتنا نسميه الانيرشيال فورس. فإذا الانيرشي أو الانيرشيال فورس مهمات، مهمات مو موجودات وغير موجودات، الانيرشيا دائما موجودة، بس يبقى موجودة مهمة لو موجودة غير مهمة. إذا موجودة ومهمة فالمسألة تصير داينامكس، إذا موجودة لكن غير مهمة ويمكن إهمالها تصير المسألة استاتيك. النقاش اللي هنا صار بدلالة الفري بودي دايجرام أظهر إنه بعض مسائل الاستاتيك قد تكون maybe more critical than dynamic، قد تكون أكثر خطورة من الدايناميك، وهذا من حيث المبدأ صحيح. لكن في بعض الأحيان قد تكون مسائل الدايناميك أكثر خطورة من مسائل الاستاتيك. لذلك شوفوا إحنا كأنما دراسة الدايناميك راح تعلمنا، أولاً لازم راح تعلمنا نعرف إنه شو وقت الإنيرشيا مهمة حتى نضمنها، وش وقت الانيرشيا شنو غير مهمة حتى نهملها. واذا ضمناها او هملناها منو اللي راح يكون on the safe side؟ يعني احنا اذا حلينا المسألة على اساس الستاتيك في بعض الاحيان راح نحصل على حل تقريبي وهو on the safe side، لكن في بعض الاحيان الحل الستاتيك راح يكون شنو؟ الحل الستاتيك راح يكون not on the safe side، والحل الداينامكس راح يكون مور كريتيكال. فذاك الوقت لازم نحل المسألة حل دايناميك. هاي الخطوط العامة اللي موجودة في كتابنا فيما يخص الفقرة 1.3، وشكرا جزيلا لحضراتكم.